بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم النهاردة دكتور محمد أبو النصر، أستاذ مساعد جراحة القلب والصدر بكلية طب طنطا، وهنتكلم النهاردة عن آخر محاضرة في الكوريكولوم بتاع الكارديوثوراسيك سيرجري للفرقة السادسة لكلية الطب، ويمكن الموضوع على الانترودكشن تو اوبن هارت سيرجري. عندنا الكارديوثوراسيك سيرجري متقسمة لكاردياك سيرجري وثوراسيك سيرجري. المحاضرات اللي احنا خدناها الفترة اللي فاتت كانت على البرونكوجينيك كارسينوما وعلى الامبايما وعلى تشيست تروما كمواضيع مهمة في الثوراسيك سيرجري. وبالنسبة للأوبن هارت سيرجري احنا جاست بندي محاضرة واحدة بنتكلم فيها على الانترودكشن للأوبن هارت سيرجري، بحيث نعرف البيزكس بتاعة الأوبن هارت، بحيث وإحنا في سنة ستة نكون عارفين إزاي إن إحنا بنتكلم عن الأوبن هارت. لما أنت بتتخرج من الكلية يمكن تواجه ناس ما بيبقوش عارفين يعني إيه أوبن هارت، أنت نفسك ممكن ما تبقاش عارف إيه موضوع الأوبن هارت سيرجري، إيه إمتى بيتعمل، معناه ايه، فكرته ايه، البيزكس بتاعته ايه. فيمكن احنا بندي المحاضرة اساسا عشان كده، وممكن برضو بيجي سؤال او اتنين ام سي كيو او شورت كويستشنز ريجاردنج الاوبن هارت سيرجري هنقولهم برضو واحنا بنتكلم في المحاضرة النهاردة. النقطة اللي انا عايزين نعرفها ان اوبن هارت الناس في الشارع بتبقى فاكراها معناها ان احنا بناخد الهارت بتاع العيان بنطلعه بره الجسم وبعد كده بنبدأ نشتغل عليه ونرجعه للجسم مرة تانية، والحقيقة ده كلام مش مظبوط. open heart surgery مش معناها كده خالص. ال open heart surgery هي معناها ان احنا بندخل الهارت بتاع البيشنت على حاجة اسمها heart lung machine. الفكرة جت ازاي؟ عندنا الهارت غير باقي أعضاء الجسم، أي عضو في الجسم انت ممكن تشتغل عليه جراحة بشكل عادي، لكن الهارت عندنا فيه مشكلتين. اول مشكله ان هو موبايل اورجان، كونتراكتنج اورجان بيتحرك، وبالتالي كانت الناس تفكر طب انا ازاي هاخد غرز وازاي اشتغل على حاجه كونتراكتنج بتديني 70 دقه في الدقيقه على الاقل. والحاجه التانية ان انا بفكر فيها ان الهارت ده فيه جواه بلاد، البلاد ده هيعمل ازاي انا افتح واشتغل على فيلد جواه بلاد، دي مش في اي اورجان تاني. فبالتالي كانت بداية جراحات القلب متأخرة عن باقي الجراحات التانية اللي في الجسم، سواء مثلا الجي اي تي، سواء حتى البرين سيرجري، حتى جراحات العظم، جراحات اليورولوجي، كل دي اورجانز عادية في الجسم. لكن كان التحدي بتاع الهارت سيرجري هي نقطة ان احنا عندنا كونتراكتنج اورجان وعندنا بلادي اورجان، وبالتالي انا ما اقدرش اوقفه. بالبلدي كده احنا بنعتبر الهارت ده زي الموتور بتاع الجسم، هل انت تقدر توقفه؟ العيان يموت. هل لو احنا رحنا، لو شبهناها، لو انت رحت تصلح جهاز الموتور بتاعه بايظ، هل يقدر الميكانيكي يصلح العربية والموتور بتاعها شغال وهو عايز يصلح الموتور؟ ما ينفعش، لازم يبطل العربية الأول. فبهي كده بالبلدي احنا عايزين ازاي العلماء يوصلوا لمرحلة يدخلوا فيها جراحات القلب على هارت، عايز منه فكرتين: موشنلس مفيش حركة، بلادلس فيلد يعني فيلد خالي من البلاط. فدي كانت الفكرة اللي هم بدأوا يفكروا فيها لحد ما عملوا الهارت لانج ماشين اللي احنا يمكن هنتكلم عليها النهاردة في المحاضرة بتاعتنا، اللي هي الهارت لانج ماشين، اللي هي قالت طب احنا ايه المشكلة ان احنا ناخد الهارت، ناخد الدم من الهارت ونقوم ناقلينه على مكنة ونقوم مدخلينه للجسم ونعمل اكسكلوجن للهارت نفسه. بمعنى تاني عشان يبقى الكلام اوضح، انا دلوقتي لو انا شفطت الدم بتاع الجسم من الهارت، اذا الهارت ما عادش فيه دم، في نفس الوقت رجعت الدم تاني ده للشريان الاورطي من غير ما يعدي على الهارت، اذا الهارت بدأ يروح للبرين وللكيدني وللجي اي تي اورجانز، وبالتالي بدأت هذه الاورجانز كلها تاخد البلاد اللي هي محتاجاه. لكن احنا عشان ناخد بالنا المشكلة مش في الهارت بس، عمل الهارت دايما مرتبط باللانج، يعني هو الهارت it is a pump organ, contracting organ, ejecting blood to the body, but at the same time we need oxygenation of this blood by lung. في حالات الكارديو بالمونري باي باس او في حالات الاوبن هارت سيرجري انا بعمل باي باسنج برضو لللانج،
فلازم يكون عندي في مكنة القلب سورس اكسجين يدي البلد اللي طالع من الجسم اكسجين، بحيث البلد ده يبدأ يرجع للجسم تاني وهو محمل بالاكسجين عن طريق الهارت لانج ماشين. فتيرم اوبن زي ما كان مكتوب في السلايد ديت means that the chest is cut open. فديت كلمة open heart surgery. The definition of open heart surgery has become confusing، لأن احنا عندنا دلوقتي في procedures بقينا بنستخدمها على small cuts في الهارت، وبدأنا نستخدم ساعات على beating heart. beating heart المقصود بدأنا دلوقتي عمليات زراعة الشرايين coronary artery bypass graft surgery نستخدمها على contracting heart عن طريق ان احنا بنستخدم stabilizers معينة بتعمل fixation للمنطقة اللي هنشتغل عليها الانستموزس بتاع الكورونري ارتري باي باس، من غير ما ندخل العيان على الهارت لانج ماشين اللي احنا بنسميها اوف بامب كافيش سيرجري، واللي انتوا بتلاقوها ممكن مكتوبة يقول لك اجراء جراحات زراعة الشرايين التاجية عن طريق القلب النابض. الانديكيشنز بتاعت الاوبن هارت سيرجري mainly 3 indications: congenital heart diseases, ischemic heart diseases اللي هي الكافيش سيرجري، والفالف ريبليسمنت. الفالف ريبليسمنت المقصود بيه aortic valve replacement او mitral valve replacement او tricuspid valve replacement او يمكن mitral valve repair. بنحتاج الحالات دي كتير وبنقابلها كتير خاصة في مصر في حالات الروماتيك هارت ديزيز. الكونجينيتال هارت ديزيزز بتبدأ من أول simple congenital heart disease زي ال atrial septal defect، ال ventricular septal defect، أو الحالات يمكن بتبقى ال complex heart surgery زي ال transposition of the great arteries، أو حالات ال single ventricle physiology أو خلافه. ال coronary artery bypass graft surgery اللي هي يمكن أشهر عملية بتتعمل في حالات ال ischemic heart disease وعندنا multiple occlusion في multiple coronary arteries وما هيش amenable for stenting او مش هتبقى medical treatment، ففي الحالة دي بنعمل لها cavity surgery. يمكن رابع حاجة في الهارت ترانسبلانتيشن في حالات الكارديوميوباثي والهارت فيلير، خلاص مش قادر انا اعمل جراحة للبيشنت ده بحيث اصلح ديفكت معين، في الحالة دي هضطر اعمل له هارت ترانسبلانت. زي ما قلنا دلوقتي عندنا الاوبن هارت سيرجري، عندنا في الاوبن بامب سيرجري اللي هستخدم فيها هارت لانج ماشين اللي هي الكارديو بالمونري باي باس. باي باس يعني كوبري، يعني انا بعمل كوبري للهارت وللانج، يعني مش هستخدم الهارت ولا هستخدم اللانج في الشغل بتاعنا. اوكي ديت اللي هي الاوبن بامب سيرجري. This is the traditional type of open heart surgery. It allows surgeon to operate on the heart that is not beating and has no blood traveling through it. تاني حاجة beating heart or off pump surgery. بدأنا في شوية مشاكل أو عيوب في الهارت لانج ماشين. عادة بيبقى الهارت لانج ماشين فيها مشاكل لأن برضو إن أنا بطلع دم العيان على tubing system بالمشاكل بتاعته ويرجع تاني، بيبقى فيه شوية post operative renal dysfunction, cerebrovascular accidents، بعض المايكارديال ديسفانكشن، الكارديوبليجر اللي انا بديها للهارت اثناء ما هو متوقف وارستد اثناء العمليه له بعض المشاكل برضه. فبدا الناس تفكر ان انا ازاي ليه المشكله ان انا اعمل اوف بامب سيرجري في حالات الكابش سيرجري، خاصه ان هو عباره عن فاسكولار انستموزس على بيتنج هارت. بداوا يطلعوا اجهزه للكلام ده زي الاستابلايزرز الاوكتوباس وحاجات بتعمل زي كومبريشن فيكسيشن للهارت، وحالات تانية بتعمل زي suction fixation للهارت. في النهاية خالص انتوا تبقوا عارفين ان في عندنا اوف بامب سيرجري في عندنا اون بامب سيرجري. التالتة اللي هي روبوت اسيست سيرجري ديت عن طريق ان انا بستخدم سبيشال كمبيوتر اللي هي روبوتك سيرجري عن طريق روبوت. يمكن دي مش موجودة في مصر وبدأت تخش في بعض الدول العربية، لكن موجودة من فترة طويلة في اوروبا وامريكا، وهي بتبقى بتساعد ان انت ممكن تخش على أماكن معينة صعب إن الإنسان بإيده يعرف يشتغل عليها، لكن طبعا محتاجة تريننج كتيرة و very expensive. ده يمكن الدايجرام بيوضح لنا باختصار الكلام اللي احنا بنقوله اللي هو خاص بالكارديوبالمونري باي باس. احنا بنتكلم عليها كل شوية لأن هي دي فكرة المحاضرة بتاعتنا النهاردة، أكتر من كده هيبقى كلام سوفيستيكيتد على ستة. طب ممكن تعرفوه بعد كده لو حد فينا خد تخصص كارديو ثراسيك سيرجري. ده يمكن دايجرام يوضح لنا شكل الهارت لانج ماشين، وديت الهارت لانج ماشين ديت تيوبس موجوده في الاتريوم بتاخد الفينوس بلاد يعدي على الاكسجينيتور
وبعد كده يقوم طالع تاني على الأورطة. الكومبوننتس بتاعت الكارديوبالمونري باي باس ماشين ده سؤال مهم بيجي ولازم نكون عارفين. عندنا في فينوس ريسرفوار اللي هو بياخد بالجرافيتي الفينوس بلاد عن طريق كانيولا موجودة يا اما في الرايت اتريوم يا اما في السبيريو والانفيريو فينا كيفا، يعدي بعد كده على اكسجينيتور. الاكسجينيتور ده مسؤول على ان هو يدي اكسجين للبلاد الموجود، بيحتوي على حاجة اسمها بلاد جاز انترفيس ذات allows بلاد تو equilibrate ذا جاز ميكستشر. تالت حاجة دي حتة مهمة قوي، هيت اكسشينجر. عادة انا دي نقطة مهمة ان انا دايما نخلي بالنا ان احنا بنبقى عايزين البيشنت في الحالات اثناء الهارت لانج ماشين نشتغل شويه في حاله الاوبن هارت يعني على هايبوثيرميا. الهايبوثيرميا ايه فكرتها؟ بتقلل الميتابوليزم بتاع الجسم وبالتالي بتخلي الجسم في حاله خمول، فبالتالي انا ما ببقاش خايف انه يحصل المشاكل نتيجه لتوقف عضله القلب لفتره معينه. فانا عندي في مكنه بيعدي عليها البلاط ياخد درجه حراره منخفضه. بدأنا دلوقتي نشتغل على حرارات عالية وساعات في حالات نشتغل على نورموثيرميا، لكن في العادي احنا بنعمل دريفتنج للتمبريتشر لحد 30 او 32 درجة اثناء الاوبريشن. ساعات بننزل قوي في الحالات اللي بنعمل فيها زي هايبوثيرميك سيركولاتوري اريست او كده، بس انت تبقى عارف ان احنا في عندنا حاجة اسمها هيت اكسشينجر تو لور تمبريتشر اوف ذا بلاد ذات ويل انتر ذا بودي اوف ذا بيشنت تو ريتش اباوت 32 ديجري سنتيجريد. الفكرة كلها ان انا بعد وانا طالع من على مكنة القلب ببدأ اعمل ريوارمنج، ببدأ اسخن تاني بحيث توصل درجة الحرارة للنورمال تمبريتشر اللي هي 37 درجة. عندنا بعد كده حاجة اسمها المين بامب. المين بامب ده عبارة عن سنتروفيوجال بامب، ده اللي هو مسؤول عن هو يضخ بقى الدم بعد كده للجسم. بتبقى زي مكنة دايرة زي اسطوانة بتدور وتبدأ بعد كده تدي الدم للأرتيريال فلتر. ده عبارة عن فلتر موجود بيبدأ يسحب لو في عندنا شوية بارتيكلز نخاف انها تخش على الجسم تعمل امبولايزيشن فتبدأ توصل للبرين، تلاقي العين بعد العملية ما يفوقش بشكل كويس، فممكن في الحالة ديت بنخش على الأرتيريال فلتر بعد كده بنقوم داخلين على المكنة على الجسم. فأنا عندي الخمسة دول مهمين قوي، فينوس ريسرفوار، عندنا بعد كده في الهيت اكسشينجر، وعندنا في الارتيريال فلتر، وعندنا في المين بامب اللي هي مسؤولة عندنا، وعندنا طبعا في الاكسجينيتور. دول الخمسة كومبوننتس بتاعة الهارت لانج ماشين ما ننساهمش. ده شكل جيبون، ده أول واحد اخترع الهارت لانج ماشين سنة 35 وعملوا أول جراحة قلب سنة 52. He however performed the first successful open heart surgery a year later عام 1953، وبقت بعد كده العملية دي منتشرة بتتعمل بشكل مستمر اللي هي ال open heart surgery. دي نبذة كده، دي كانت أول مكنة عملها جيبون، كانت مكنة كبيرة ومعقدة لكن الفكرة واحدة، بدأت تتطور والشركات تبدأ تتطور فيها لحد ما يبدأوا يشوفوا هارت لانج ماشين بأشكال مختلفة. وبعد كده بدأت مايو كلينيك في أمريكا تعمل منظر مختلف شوية سنة 55، ولحد ما وصلنا للمكنة الموجودة دلوقتي عندنا منها 3 في قسم جراحة القلب والصدر في كلية طب طنطا اللي هي المكنة الموجودة دلوقتي بالكمبيوتر وبمونيتور وبمكان للبامب وأماكن للساكشن اللي هي المكنة الجديدة دلوقتي ديت البريزنت دي ماشي. احنا قلناها وقلنا أشكالها المختلفة وقلنا الكومبوننتس بتاعتها، فينوس ريسرفوار، عندنا فيه بامب، عندنا فيه هيت اكسشينجر، عندنا فيه اكسجينيتور، وعندنا فيه ارتيريال فلتر. يمكن الدياجرام ده ظريف بيوضح لنا ان احنا ازاي بنخش على المكنة. اول حاجة خالص بنقوم حاطين كانيولا في السبيرو فينا كيفا والانفيرو فينا كيفا. الكانيولا دي الدرين بلاد للريسرفوار اللي هو هنا دوت. الريسرفوار دوت بعد كده يقوم معدي على الاكسجينيتور، وبعد كده يعدي على هيت اكسشينجر، وبعد كده يعدي على البامب مرة تانية، وبعد كده يعدي على الارتيريال فلتر، وبعد كده يقوم طالع من الارتيريال لاين دوت لحد ما يخش ليه كانيولا موجودة في الاورت. نوع طول الوقت احنا في القصة دي
لحد ما اي بلاد موجود في الفيلد برضو عندنا فيه سكرز بتلقط البلاد ده، وفي الاخر كله لازم يعدي على الريسيرفوار، يعدي على اكسجين اهو شايفين فيه شكل اكسجين قاعد يدينا اهو، وبعد كده يعدي على هيت اكستشينجر، وبعد كده يعدي على الارتيريال فلتر، وبعد كده يخش جسم الانسان. اوكي، فديت من الصور الظريفة اللي احنا لازم نكون واخدين بالنا منها. الصورة تفهم لنا قصة ماشية ازاي. البرنسبلز بتاعتنا عايزين ايه؟ زي ما قلنا في الاول حاجة خالص، عايزين arrested heart، وفي نفس الوقت arrested heart دوت bloodless filled. اوكي، فانا قايلين heart is stopped, blood diverted through tubes and is pumped to maintain flow, temperature regulation of blood and gaseous exchange is done, then blood circulates systemically bypassing the heart and lung. الحتة اللي انا لازم ناخد بالنا منها ويمكن دي من النقط المهمة برضو قوي، هو ان انا في الهارت لانج ماشين او ان انا دخلت على باي باس كل الجسم جاله بلاد ما عدا الهارت، انا مش عايزه يوصله بلاد. طب هل ده منطقي ان في اورجن زي الهارت اللي هو بعد كده المفروض يشتغل واللي انا بعمل عليه العملية سواء استبدال صمام او زراعة شرايين او خلاف ويبقى الريست طول الفترة دي؟ ده خلى الناس طبعا دي كانت فكرة مهمة، ازاي ان انا احط في الفترة دي اغذي الهارت عن طريق محلول، المحلول ده اسمه كارديو بليجيك سوليوشن، من اسمه كارديو يعني هارت، بليجيك يعني باراليسيس يعني شلل، يعني محلول لشلل عضلة القلب او محلول ايقاف عضلة القلب. هو الحقيقة مش مجرد بيشيل عضلة القلب، ده هو بيعمل تغذية لعضلة القلب، يعمل الريستنج للهارت بس في وضع لا يقوم فيه الهارت بعملية الميتابوليزم، بحيث ان تبقى كل عضلة القلب زي ما تكون مهنجة او تكون نايمة خالص، بحيث ان هي وواخدة الغذاء بتاعها عن طريق محلول معين، محاليل كتير طلعت بكومبوزيشنز مختلفة هدفها كلها انها تدي ميتابوليزم للهارت الهارت ماسلز في فترة التوقف، على اساس ان احنا لما يبدأ يحصل بعد كده ريبرفيوجن ويبدأ بعد كده نخش تاني نطلع من مكنة القلب ويبدأ الدم يوصل للهارت عن طريق الكورونري ارتريز، تبدأ الهارت يبقى كونتراكتنج مرة اخرى. كارديولوجيك سوليوشن هي نفس الفكرة اللي احنا لو فكرنا بنستخدمها في فكرة زرع الأعضاء، هو أنا لما باخد أورجن من أروح بالطيارة مثلا بلد معينة أخد أورجن وأحفظه وأقوم زرعه في عيان في بلد تانية عن طريق الترانسبلانت سيرجري ويبدأ يشتغل، في الفترة دي إحنا بنوصل لمحاليل فسيولوجية معينة تستطيع حفظ هذا العضو لفترة معينة حتى يتم إيداعه في جسم الإنسان. نفسها نفس فكرة الأوبن هارت سيرجري. فدي طلعت لنا الكارديوبليجيك سوليوشن، عادة بتبقى محاليل هاي بوتاسيوم ليفل معتمدة ان هي تعمل ارست للهارت في الدايستول وتمنع الهارت انه يحصل له كونتراكشن. قدامنا ممكن نشتغل لحد 3 ساعات بمحاليل معينة زي محلول اسمه الكوستوديول، ده محلول ألماني طالع بيستخدم في الكلام ده، بيستخدم في الأورجان بريزرفيشن، وفي محاليل تانية كتيرة طالعة بنفس الفكرة. يمكن ديت يعني سلايد ادفانسد شويه، المانجمنت اوف كارديوبالمونري باي باس ماشين ستيب باي ستيب. احنا بنتكلم الاول على ان احنا بنعمل برايمنج، بنعمل هيمو دايليوشن للبلاد اللي جاي، بعد كده لازم بندي هيبرين لان انا بعتمد ان البلاد اللي طالع ده ممكن يحصل له تجلط لانه هيمشي على تيوبنج سيستم، فلو بلاد بره جسم الانسان يحصل له تجلط فانا لازم بدي مع بدايه العمليه هيبرانيزيشن. الهيبرانيزيشن دوت ان انا بعتمد ان الاكتيفيتد كلوتنج تايم او حاجه اسمها الاي سي تي تبقى فوق ال 500 وانا شغال بحيث ما يحصلش اي تجلط في الجسم، وبعد كده ببدا ادي زي ما قلنا هايبوثيرميا، بقلل درجه الحراره، بقفل على الاورط عشان امنع ان اي بلاد يخش على الهارت، وبعد كده بعمل مايوكارديال بروتكشن عن طريق ان انا بحط تلج على الهارت بيساعد على ان هو ما يبقاش فيه كونتراكشن وما يبقاش فيه ميتابوليزم، وفي نفس الوقت ادي كارديولوجيك سوليوشن واعمل توتال كارديو بالمونري باي باس. بعد كده بعمل انترا كارديو بالمونري باي باس مونيتورنج، ببدا اشوف حاجات معينه زي ما بقيس نسبه الهيموجلوبين واحنا شغالين الهيماتوكريت فاليو، بشوف الاي بي جي، بطمن ان الميتابوليزم بتاع الجسم ماشي كويس، وبعد كده ببدا اعمل ريورمنج للبيشنت وارفع بدرجه الحراره وابدا اطلع الهارت من الهارت لانج ماشين بحيث يحصل كونتراكشن لوحده مره تانيه. اوكي، دي يمكن السلايد بتوضح لنا ان احنا بنعمل برايمنج بهيمو دايليوشن عن طريق كريستالويد سوليوشن،
بنستخدم حاجة زي الرينجر ديكستروس سوليوشن، ساعات بنستخدم ألبومين، ساعات بنستخدم مانيتول. دي أماكن يعني أسامي برايمنج سوليوشنز مختلفة، جاست أنت تبقى عارف إن بنعمل هيمودايليوشن للبلاد أثناء الكارديوبلمونري باي باس، وبعد كده بنعمل هيبرانيزيشن بحيث ان احنا نوصل للاي سي تي بتاعتنا من 450 لحد 480، وبعد كده بنعمل ريفرزال للهيبرانيزيشن ده باستخدام البروتامين. فدي برضو من الحاجات المهمة يمكن مكتوبة في السلايد ديت اللي هي الهيبرانيزيشن، بندي 200 ل 300 يونت بير كي جي اوف هيبرين از جيفن اند ذن هيبرين اكتيفيتي از مونيتورد باي ميجرينج اي سي تي. اوكي، then we say that we need hypothermia. Hypothermia, this protection occur because of a decreased metabolic rate and oxygen consumption. The metabolic rate is determined by enzymatic activity, which is depend on temperature. This also decreases rate of degradative reaction, increase tolerance to ischemia, and inhibit intracellular calcium accumulation. احنا بنعرفها ازاي الحرارة؟ عادة بنبقى اثناء العملية حاطين كور تمبريتشر في النيزوفارنكس، ده بيقيس لنا التمبريتشر. ساعات بنستخدم ريكتال بروب بحيث يقيس الحرارة، برضو بنوصل الحرارة لحد من 28 ل 32 درجة. بعد كده بنقوم حاطين الاورتيك كروس كلامب، وبعد كده بنعمل مايوكارديال بروتكشن. المايوكارديال بروتكشن من الحاجات المهمة فيها إن إحنا بنستخدمها عن طريق الكارديوبليجيك سوليوشن زي ما أنا قلنا من شوية. كارديوبليجيك سوليوشن ده بحيث يعمل باراليسيز للهارت ماسلز أثناء الأوبريشن من غير ما يأثر على الميتابوليك أكتيفيتي بتاعته. ديت الفكرة بتاعته. Coronary circulation is infused intermittent with cold cardioplegic extracellular potassium. بيقلل ال trans membrane potential, inactivate sodium channel and يعمل cardiac arrest، وكل نص ساعة ندي السوليوشن ده بحيث نحافظ على العضلة. ويمكن ده منظر ال compositions بتاعته، لو احنا بصينا بيحتوي على صوديوم بوتاسيوم كالسيوم مغنيسيوم buffering solution hypertonic agent جلوكوز جلوتاميت اسبرتيت بلاد، حاجات مختلفة بيبقى يشتمل عليها الكارتيوبلوجيك سوليوشن بأشكال مختلفة وبتركيبات مختلفة. جاست انك تبقى عارف ان هو مسؤول مينلي على ان هو مينتين كارديك اريست، على ان هو بروفايد اكسجين، على ان هو بيقلل الميتابوليزم بتاع الهارت، على ان هو بيعمل اريستد هارت، وان هو بيحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم توصل من 10 لحد 40 ملي ايكويفالنت بير ليتر. اثناء الاوبريشن لازم نبقى عاملين مونيتورنج لكل الحاجات دي، عشان كده الهارت الاوبن هارت سيرجري محتاجه امكانيات، محتاجه اوضه عمليات خاصه بيها، محتاجه سيستم خاص سواء في التخدير بنبقى محتاجين انستيزيا معانا بيكونوا متخصصين في الكارديك انستيزيا، محتاجين طبعا تيم جراحه، محتاجين بيرفيوجنست جيد، محتاجين نيرسنج سكراب جيد برضو يبقى فاهم الاوبن هارت سيرجري، محتاجين تيم اي سي يو كبير انتنسيفست متخصصين في هذه القصة. كل الحاجات دي لازم بنتابعها، الفلو ريت بتاع الهارت لانج ماشين، البلاد بريشر المين ارتيريال بلاد بريشر، سنترال فينوس بريشر، البلمونري ارتري بريشر، الهيماتوكريت فاليو، الاكسجين ساتوريشن، الميكسد اكسجين الميكسد فينوس ساتوريشن، التمبريتشر، الانتي كواجولانت اللي هو الاي سي تي، البلاد جازس مينلي بنبقى عايزين نعرفها البي او 2 كام، البي سي او 2 كام، الالكترولايتس واليورين اوتبوت كانديكيشن للبرفيوجن بتاع الجسم. الحاجات دي كلها بنبقى لازم اثناء ما احنا العمليه مركزين معاها بنركز معاها اكتر واحنا طالعين من على المكنه في الريبرفيوجن فيز. لازم نكون متاكدين ما عندناش اسيدوزس، الاسيدوزس معناها ان ما عندناش برفيوجن كويس كان موجود اثناء الهارت لانج ماشين، اذا في عندنا مشكله، اذا دي هتاثر على الهارت ويعمل مايوكارديال ديبريشن فهيبقى نتيجه العمليه مش مظبوطه. برضو لازم نكون عندنا الالكترولايتس كويسه، البوتاسيوم ما يبقاش عالي، بنبقى عايزينه من 4 لـ 5، اكتر من 5 هايبر كاليميا ياثر على الكونتراكشن، اقل من 4 يعمل لنا بري ماتيور فنتريكولار كونتراكشن، وبرضو يعمل اريزميا ياثر معانا على الجراحه. temperature لو هي قليلة تعمل معانا bleeding،
لو هي عالية قوي مش صح طبعا، لو هي هايبوثيرميك تعمل معانا بليدنج وتبقى رافعة الضغط شوية. عندنا الانتي كواجوليشن الاي سي تي، لو هو الاي سي تي لو هو قليل اخاف يحصل امبولايزيشن ويحصل بلاد كروتس تتأثر على الكورونري ارتريز او تبدأ تبقى في السيركوليشن عندنا فيها مشاكل. اذا كل الحاجات دي اللي بيقعد على المكنة البرفيجونيست يكون عينه عليها مع الجراح اللي شغال، بحيث بنبقى عايزين نوصل في النهاية لنتيجة جيدة للبيشنت. برضو البلاد بريشر بتاعنا بنبقى عايزين المين ارتيريال بريشر في حدود 50، ده اثناء المكنة، واحنا طالعين بيبقى مفروض من 70 لحد 90. ده معناها ان احنا عندنا برفيوجن كويس للبرين، برفيوجن كويس للكدني، برفيوجن كويس للهارت نفسه. وطبعا اثناء الجراحة بنبقى برضو واحنا طالعين على المكنة بناخد بالنا في بعض الادوية بنبدأ نستخدمها، زي الدوبامين، زي النور ادرينالين، زي الادرينالين، زي الدوبيتريكس. دي ادوية تعتبر انوتروبيك ايجنتس، بتساعد انها بوزيتيف كرونوتروبيك اند انوتروبيك افكت، بتزود الكارديا كونتراكتيليتي. برضو زي ما احنا قلنا لازم بنحافظ على البوتاسيوم بتاعنا ما يبقاش عالي، ولا الكالسيوم بتاعنا برضو. واحنا طالعين من على المكنة لازم نعمل ريورمنج، ونبدأ نستخدم الريورمنج دوت ان احنا نبدأ نرفع بدرجة الحرارة بتاعتنا، نبدأ نتابع سبونتينيوس مايكارديال اكتيفيتي، نبدأ نشوف البيتنج هارت اخباره ايه. بنستخدم عادة اثناء الجراحة ترانس اسوفجيال ايكو بحيث نطمن هل في اير موجود في الهارت او لا، هل في مشاكل في الصمام اللي احنا حاطينه، لو حاطين ميكانيكال فالف الصمام شغال كويس ولا لا، المايكارديال كونتراكتيفيتي اخبارها ايه، هل في هايبوكينيزيا في تشامبر من الشامبرز بتاعة الهارت ولا لا. فيمكن دي من الحاجات المهمة اللي احنا بنعملها. وبعد كده بنوصل ان احنا بنبدأ نقفل البيشنت وننقله العناية على مونيتورنج جيد، بحيث نشوف معاها ازاي نبدأ نطلع نفوق العيان ونعمل له فصل من الميكانيكال فنتليتور. ديت يمكن ملخص المحاضرة بتاعتنا النهاردة. احنا اتكلمنا فيها على الانترودكشن تو اوبن هارت سيرجري، على البيزكس بتاعت الكارديو بالمونري باي باس، عايزين بلاتلس موشنلس فيلد، عايزين كارديوبليجيك سوليوشن فور نيوتريشن اوف ذا هارت ديورينج سيرجري، عايزين ان احنا بنشتغلها على ان بامب سيرجري او على بيتنج هارت سيرجري، بنستخدمها في حالات الفالفلر هارت ديزيز الفالف ريبليسمنت او ريبير، الكوروناري ارتري باي باس جرافت سيرجري في حالات الاسكيميك هارت ديزيز، او حالات الكونجينيتال كاردياك ديفكت زي الفنتركل سيبتال ديفكت او الفنترو او الاتريال سيبتال ديفكت. البيزكس بتاعتنا ان احنا بناخد الدم من جسم البيشنت، وبعد كده بيقوم معدي على فينوس ريسرفوار بياخد اكسجين، بنعمل هايبوثيرميا بنقلل الحرارة بتاعتنا، يعدي على ارتيريال فلتر، وبعد كده يقوم داخل على اورتيك كانيولا للجسم كله. الموضوع ده بنبقى محتاجين فيه مونيتورنج اثناء العملية، قبل العملية، اثناء العملية، وبعد كده لحد ما نوصل للعناية. المحاضرة زي ما احنا بقول ان هي ادفانسد شوية، لكن بيهمنا البيزكس ديت، ساعات بنتسأل فيها في الامتحان خاصة في حاجات الام سي كيو، بنبقى عارفين الكارديولوجيك سوليوشن، طرق حماية الهارت المختلفة، الهايبوثيرميا أضرارها مزاياها، حالات الكارديو بالمونري باي باس بستخدمها امتى، وفي بامب سيرجري معناها ايه، بيتنج هارت سيرجري معناها ايه. واعتقد احنا كده حاولنا نغطي اغلب هذا الموضوع. بشكركم على الاستماع، وآسف لو كنا طولنا عليكم، وشكرا لكم جزيلا. شكرا.